مبادرات السلام بين روسيا وأوكرانيا أمام حائط مسدود وسط تشكيك بإمكانية الأخذ بالمبادرة الصينية الأخيرة. هذا الملف يعود إلى الواجهة انطلاقا من تصريحات الرئاسة الروسية ومفادها أن الظروف غير متوافرة لإنهاء النزاع في أوكرانيا سلميا في الوقت الراهن. لكن المتحدث باسم الكرملين يستدرك أن الخطة، خطة السلام الصينية في أوكرانيا، ستتم مناقشتها بشكل يراعي الأطراف كافة. الموقف الروسي يأتي مقرونا بتأكيد أن العملية العسكرية تتجه نحو تحقيق أهدافها. فهل باتت السيطرة الروسية مسألة وقت؟ وما الذي تنتظره أوكرانيا في الشهر المقبل وتحديدا مع بدء الربيع ومعركته المرتقبة؟ للنقاش معنا من كييف الدبلوماسي السابق فلوديمير شوماكوف. أهلا بك سيد شوماكوف إلى سكاي نيوز عربية. نبدأ من تصريحات روسيا التي قالت أن الظروف الحالية سيد شوماكوف لا تسمح بوضع الأزمة على المسار السلمي. ماذا عن رأي كييف حول ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة من أوكرانيا. بصراحة حتى هنا في أوكرانيا هذه خطة السلام الصينية غير مقبولة لأوكرانيا. نحن هنا داخل أوكرانيا نقول لأن هذه خطة استسلام أوكرانيا، أو هذه محاولة تجميد الصراع ومحاولة صينية إنقاذ بوتين من هزيمة في هذا الحرب. لأن بصراحة تجميد هذا الحرب هذا غير مقبول في أوكرانيا. علاوة على هذا، روسيا سوف تستخدم هذه المهلة لتعزيز قواتها لتحقيق تعبئة جزئية، تعبئة الزعامة. بعد ذلك روسيا سوف تهاجم على أوكرانيا مرة ثانية مرة ثالثة. وفي هذا السبب للأسف الشديد هذه الخطة هي غير مقبولة لأوكرانيا. أكيد سيد زيلينسكي هو رحب الجهود الصينية في حل هذه المشكلة، ولكن كما نقول هذا غير مقبول للمجتمع الأوكراني. لكن يعني سيد شوماكوف المتحدث باسم الكرملين استدرك يعني هذه التصريحات وقال أن خطة السلام الصينية سيتم مناقشتها من الأطراف الأربعة. يعني هل يمكن الجلوس على طاولة حوار لربما مناقشة هذه الخطة والبناء عليها؟ بعض البنود اكيد مقبوله لاوكرانيا واكيد هلا وقف اطلاق النار، ولكن في بعض البنود غير مقبوله، مثلا لاحترام السياده الدول. يعني مشكله بان الان روسيا هي انضمت اراضي اوكرانيه أربع المحافظات وغيرت دستورها. يعني قبل جلوس مع روسيا من الضروري تعديل الدستور الروسي حول خروج أربع محافظات التي روسيا سرقت من أوكرانيا خارج روسيا. هذا نقطة جوهرية. بالمناسبة في آن واحد انكشف سيد زيلينسكي بأن من الممكن أي مفاوضات مع روسيا بعد انسحاب قواتها من أراضي أوكرانية. بعد ذلك ممكن نقاش أي خطة السلام أو من طرف صيني أو من طرف تركي أو من دولة أخرى. ده مفاوضات دون خروج روسيا من كافة الأراضي الأوكرانية. يعني هذا مطلب أيضا من حق طبع الأوكرانيين، لكن يعقد المسألة. هل يمكن في رأيك أن يتراجع طرف عن هذه الشروط للوصول إلى سلام؟ وإذا كان هناك تراجع في رأيك في ظل هذا التعنت من الجانبين، من أين يمكن أن يبدأ؟ لنكون صريحين، السيد بوتين هو يطلب مفاوضات ولكن هو لا يرغب السلام. هدف أساسي عند روسيا هذا عدم خروج أوكرانيا من منطقة نفوذ روسيا. بهذا السبب روسيا هاجمت على أوكرانيا. الآن أكيد بسبب الإخفاقات الضخمة الروسية في أوكرانيا، روسيا قللت أهدافها حول الاحتلال كل منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا محافظة زاباريجيا. ولكن حتى في جنوب أوكرانيا في إخفاقات ضخمة، وكمان بالمناسبة في منطقة دونباس عند روسيا كمان هي تفشل تدريجيا، لأن روسيا تهاجم على منطقة دونباس تقريبا سنة واحدة، ولمدة 6 أشهر روسيا تحارب على مدينة باخمود. والآن جيش أوكراني يحقق استنزاف روسي في هذا المنطقة. نعم موجود تقدم، لكن الروس سيد شوماكوف يقولون أن يعني مسألة السيطرة مسألة وقت لا أكثر.
روسيا يقولون هذا من بدايه الحرب لنتذكر هذا بعنصر ما روسيا سوف تحتل كل اوكرانيا، ولكن الان موجود هجوم طفيف روس، ولكن يدور حديث هجوم ليس على كيلومترات ولكن على مترات، كما نحن نشاهد بان جيش روسي هو غرق في مستنقع الحرب. ولكن للاسف الشديد نحن ندرك بان هذه الحرب هي سوف تكون طويله ودمويه وتنازلات لروسيا هذا من المستحيل. لنتذكر بأن في سنة 2014 عندما روسيا هجمت على أوكرانيا وسرقت من أوكرانيا شبه جزيرة قرم واحتلت 20% من منطقة دونباس وخلقت هناك جمهوريتين غير متعرفين بها، كمان كانت مثل تجميد هذا الصراع. في نهاية المطاف شاهية روسيا هي ضخمة، وهي هجمت منذ سنة بشكل شامل على أوكرانيا، وأنا على يقين بعد التجميد هذا الصراع الآن هنا في أوكرانيا بعد سنوات روسيا سوف تهجم على أوكرانيا مرة ثانية. طيب من يمتلك يعني النفس الأطول وفي ظل الحديث أن احتمالية حرب الاستنزاف هي الأعلى، وإلى أي درجة أنتم تراهنون على نفس أيضا الدعم الغربي؟ أكيد موجود الآن دعم غربي من بداية الحرب. الآن بسبب رغبة هجوم مضاد وطارد روس من أراضي أوكرانيا، أوكرانيا طلبت مدرعات ودبابات، وأوكرانيا سوف تحصل على كل هذه المعدات العسكرية المطلوبة، ولكن للأسف شديد الشركاء في غرب بطئين قليلا. للأسف شديد أوكرانيا لم تحصل في أقرب الوقت المقاتلات من طراز F-16. حصول على هذه المقاتلات هذه ليست نزوة أوكرانية، أوكرانيا تحتاجها لدعم لهجوم القوات البرية الأوكرانية. ولكن على كل حال موجود صمود ورغبة لطرد روس من أراضي أوكرانيا. بالمناسبة أوكرانيا حررت 60% من أراضي التي روسيا احتلت، وللأسف شديد بالمناسبة موجود استنزاف ليس فقط جيش روسي، ولكن موجود استنزاف قوات مسلحة أوكرانية. ولكن في أن واحد موجود مواجهة شعبية ضخمة ومساعدة من المتطوعين الأوكرانيين للجيش الأوكراني وللمجتمع الأوكراني كمان كبير. طيب. بصراحة عندنا حركة متطوعين هنا في أوكرانيا هي ضخمة. وهذا يجعلني أتحدث، بما أنك تحدثت عن الجهد العسكري أو الصمود الأوكراني، يعني تصريحات المخابرات العسكرية الأوكرانية تحدثت أن الجيش الأوكراني مستعد لهجوم مضاد سيد شوماكوف خلال فصل الربيع. كدبلوماسي أعلم ليس مختص في الشأن العسكري، لكن كأوكراني قريب من هذه التحديات، ما المتوقع؟ كل شيء معتمد من مساعدة من الغرب. أوكرانيا بالمناسبة طلبت من أمريكا ومن بريطانيا ومن اتحاد أوروبي تقديم على مدرعات ودبابات تقريبا من شهر مايو لهجوم مضاد على جيش روسي. ولكن كما كشف مدير أركان أوكرانية بأن من الممكن تقريبا بعد شهر أو بعد شهر ونص سوف يكون الهجوم قوات مسلحة أوكرانية، ولكن ينبغي إدراك بأن من الممكن هذا المعلومات السرية، من الممكن سوف يكون هجوم في أقرب الوقت بسبب الهجوم. يعني كما نحن نقول أي هجوم يحب السر ليس الانتشار. ماذا لو كان الهجوم وليس من الأوكرانيين أو الجيش الأوكراني بل من القوات الروسية في دقيقة، وهناك استعداد أيضا لمثل هذا التحرك في المقابل؟ صحيح، روس بدأوا هجوم على قوات مسلحة أوكرانية منذ 3 أسابيع كما في منطقة دونباس وكمان في جنوب أوكرانيا في محافظة زاباريجيا. في أن واحد روسيا تقصف المدن الأوكرانية ومنها مدينة خرسون من ضفة شرقية بشكل عنيف جدا تقريبا 30 أو 50 مرة في يوم من رجمات الصواريخ والمدافع هاون هاوسر. يعني نحن نشاهد بأن موجود استنزاف قوات مسلحة أوكرانية وكمان استنزاف للسكان أوكران في جنوب أوكرانيا وفي منطقة دونباس. روسيا ترتكب سياسة أراضي محروقة، أكيد روسيا ترتكب إبادة جماعية وجرائم حرب بهذه السياسة، ولكن بصراحة ها هي روسيا. ولكن كما نحن نرى بأن لا توجد تكهكر قوات مسلحة أوكرانية في دونباس، بالعكس موجود صمود وخاصة في مدينة باخموت وفي قرب مدينة وغلدار. أشكرك فلوديمير شوماكوف دبلوماسي السابق، كنت معنا من كييف، شكرا لك.